صباح الخير منير عجم بحلقة جديدة من سلسلة المعرفة بإدارة المشاريع. موضوعنا اليوم جاي بناء على حديث كان عم بيدور بالأمس مساء الأمس مع أحد المحاضرين بجامعة فلسطين تحاضر بإدارة المشاريع، ما عم بذكر الاسم للخصوصية، هي إذا بتحب تشارك اسمها ممكن تشارك مع الفيديو. حضرت الشخص اللي كان عم بتكلم معه عندهم بروجرام بأحد الجامعات بفلسطين اللي هو إدارة المشاريع من ضمن إدارة الأعمال، على مستوى البكالوريوس، يعني الدرجة الأولى مش ماجستير. خلال الحديث أحد الأمور اللي تكلمنا عنها أنه أحد المشاكل عم بيواجهوها موظفين خرجيهم أنه يلاقوا الشغل، لأنه الفكر العام بفلسطين وبمنطقة غرب آسيا اللي نحن فيها اليوم، الدول العربية بشكل عام، لبنان، سوريا، العراق، مصر، بالطبع التفكير عادة معظم الأشخاص بيضل عم بيفكروا أنه project management هي هندسة، أنه طيب واحد يصير مدير مشروع لازم يكون مهندس. يعني حتى بنشوف إحنا كتير تعليقات ورسائل عبر التواصل الاجتماعي بتقول أنه أنا مهندس عم بدرس هندسة بدي أعمل PMP، وشو خاصة وكيف منربط PMP بالسيفل انجينيرين وشغلات من هالنوع. لا علاقة بالبروجكت، عمي ما فينا نقول لا علاقة، ما في علاقة مباشرة انه والله خاص انه يكون الانجينير. اذا كان مهندس معناتها ادارة مشاريع، وادارة مشاريع هي حقرا فقط للهندسة ولقطاع الهندسي. يمكن من 30 سنة اما اكتر، بالطبع تاريخ نرجع شوي تاريخ اكتر، يمكن نرجع لايام البناء الاهرامات وهالامور هيدي، بالطبع ممكن يقول بروجكت مانجمنت هي مشاريع انشائيه. واداره المشاريع الحديثه اللي بلشت تقريبا بال 1940 وال 50 بهالمنطقه هي، بلشت بالعالم كعلم، بلشت ب بقطاع التسلح والاسلحه والمشاريع الدفاعيه بدول مثل الولايات المتحده وانجلترا وهالامور هاي. بالطبع مع الوقت إدارة المشاريع تطورت خارج المشاريع الهندسية والمشاريع التسلح والدفاع، وبلشت تنتقل لمشاريع الـ IT والسوفتوير والتكنولوجيا. وآخر ممكن نقول آخر سنين إدارة المشاريع اليوم أصبحت علم مستقل خلال يمكن عقدين، اللي هي موجودة اليوم لكل شيء بغض النظر شو اليوم الشغل اللي بتشتغلوا حضرتكم، الشركة المؤسسة اللي حضرتكم فيها اللي عم تسمعوا، كانت إدارة كانت حكومي ولا خاص ولا غير ربحية ولا NGO ولا شو ما تكون نوعها، وشو ما تكون نوع الشغل، بلدية، محافظة، على مستوى الدولة، وزارات، إدارة مشاريع اليوم موجودة وين ما كان، ونحن بحاجة لها بكل قطاعات العمل. مشان هيك لازم نبلش نفكر انه اليوم إدارة مشاريع مش حصرية للهندسة فقط. يعني ممكن يكون الإنسان بلش باختصاص يكون علم نفس وينتقل لإدارة المشاريع. هلأ في أحيان بيصير نقد لنا ولا منكون هناك الكلام، بأنه هل ضروري يكون مدير مشروع مختص بالدومين اللي هو فيه؟ يعني إذا أنا بدي اشتغل مشروع هندسي لازم يكون مهندس، بالطبع مفضل، لأنه الإنسان على الأقل المهندس بيكون عنده فكرة على الأقل بالهندسة وبالمشاريع الهندسية، بس مش ضروري، مش ضروري. يعني لأنه أي إنسان تاني إذا عنده خبرة كإدارة مشاريع قادر يكون مدير مشروع ناجح. هلأ هون نسمع بيقول طب إنه اللغة، طب وشو بيعرفه؟ طب حاعطي مثل شخصي شوي، معلش اسمحوا لي. أنا وقت بلش أشتغل بإدارة مشاريع بعد ما عملت الماجستير بال 1990، من يعني أنا كنت متخرج مدني، مهندس مدني متخرج ماجستير بإدارة المشاريع الإنشائية والهندسية، يعني Project Management Engineering and Construction. بهذيك الأيام ما كان في شيء اسمه Project Management كعلم مستقل، يعني ما كان فيني أعمل ماجستير Project Management، أما حتى أكيد ما كان فيني أعمل Bachelor Degree Baccalaureus Project Management. اليوم موجود. طب أنا بلش أشتغل مع شركة Exxon Chemical بأمريكا، اللي هو شغلتنا نحن إنه يا أما نوسع ولا نطور بمصانع كيميائية بتروكيميائية، يا أما نبني مصانع جديدة. طب انا مهندس مدني شو بفهمني بالكيميكال والبتروكيميكال انجينير، وشو بفهمني شو الفرق بين
الالات، يمكن بعتذر ما لا اعرف سميهم كلهم بالعربي يعني، الالات كنا نستخدمها بالمصانع الكيماويه. هون اكسون مثلا اعطونا كورسات داخل الشركه، بنروح ناخذ كورسات دورات مثلا بروسيس انجينير فور نون بروسيس انجينير، تنتعلم موضوع الكيميكال بروسيس يعني العمليات البتروكيماويه والمصانع كيف بيكون تصميمها وهالامور هيدي. مثلا كيميكال انجينيرينج فور نون كيميكال انجينير، الهندسه الكيميائيه كمان نفهم المصانع وكيف تشتغل. اخذنا بروسيس كنترول، كنترول سيستمز اللي هي يعني بطبع اللي هي تكنولوجي بروجكت، يعني الاكثر اللي هي مواضيع الاليات والانسترومنت الكنترول سيستم اللي تستخدم باداره المصانع البتروكيماويات. لو نوصل لمرحله انه اذا انا عم بحكي انا وحدا انا المهندسين اللي عم يشتغل على المشاريع نفهم اللغه، يعني انا مهندس مدني بعرف فونديشن بعرف ستراكشر بس ما بعرف شو هي مثلا كنترول فالف ستيشن، يعني بيجو كنترول فالف ستيشن شو هو الكنترول فالف ستيشن، يعني ما بعرف يمكن هو شو هو الكنترول فالف هذيك الايام. اما شو هو الهيت اكسشينجرز، كمان بعتذر بالعربي يمكن ما عم بلاقي التعابير، مش عم بكون حاضر عندي التعابير التعريف العلمي لهالاليات هيدي، بس بغض النظر الفكره مفهومه انه تعلمنا اللغه. نفس الشيء اليوم يعني بعد ما تركت انا البتروليوم والبتروكيميكال اندستري واسسنا شركه سكاد، انا اليوم عم بشتغل مع شركات بالحكومه مع مؤسسات حكوميه ووزارات، بنشتغل مع شركات خاصه بالدفاع، عم نشتغل ب يعني بعطيك مثلا هلا انا هلا كان بشتغل على موضوع بروبوزل لشركه كهرباء، كمان الجمارك، اشتغلنا مع بلديات، اشتغلنا مع دبلوماسيين، اشتغلنا مع شركه مجوهرات. يعني ما احد مثلا بشركه مجوهرات هذا كانت انترستينج لنا، يعني انه شو موضوع المشروع، احد المشاريع اللي اشتغلوا عليها بالصف احنا بكورسيتنا بنشغل التلاميذ على مشروع من واقعهم انه بدنا يعملوا ويدنج كولكشن، يعني تنقول اعراس انه شو ممكن يكون الكولكشن من المجوهرات ممكن تستخدم العرس، من مجوهرات العروس للي معها لكل شيء طقم متكامل. يعني هذا بروجكت، وبطبع مش بس التصنيع، يعني هون بحنا حكى هو التصميم والتصنيع والتنفيذ والتسويق، لانه هالشركه هي بدها تصنع المجوهرات وبدها تبيعها. احد المشاريع اللي اشتغلنا مع مثلا بالسلك الدبلوماسي انه كيف في هالدوله المحدده اللي عم نشتغل معها يعملوا مشروع لمساعدة بناء بيوت الطاقة الشمسية بأحد الدول، okay. اللي هو مشروع بيكون كأيد بروجكت يعني. بغض النظر شو نوع المشروع اليوم، القادرين نحن نستخدم كفاءات موجودة. علم إدارة المشاريع في كتير مواضيع عامة ما بترتبط بالاختصاص، مثل ما قلنا الاختصاص بفيد. يعني أنا بدي أشتغل على مشروع طاقة شمسية، اوكي اذا بدي اشتغل كمهندس، يعني هون بدنا نميز احنا بين الهندسه وبين الاداره. اكيد اذا بدي اشتغل على مشروع انا بدي اكون اشتغل كمهندس، اما يكون بدي اشتغل يكون لي دور تقني بالمشروع لازم يكون مهندس بيفهم بالطاقه الشمسيه وبيفهم بالكهرباء وبيفهم بتوليد الطاقه وهالامور هيدي. بس اذا انا بدي ادير هالمشروع، طيب شو الفرق بين بناء مشروع بطاقه شمسيه ولا بناء مشروع رينيوبل انرجي لطاقه تنقل دوليب هواء، اما لكوجينريشن باور بلانتس؟ اوكي كاداره، الاداره نفسها حتى اذا بدي دور تاسيس شركه، تاسيس مكتب لشركه بدوله محدده، ضروري يكون مدير مشروع خبير بتقنيه التسويق والماركت ريسيرش والديماند اند سبلاي. اكيد لا، نحن اداره المشاريع كعلم اليوم صار مستقل. للأسف في كتير شركات هالفكرة ما عم توصلهم، عم بيفكروا انه اي شخص، يعني مش لما بنرجع اليوم في كتير شركات ما عندها مكتب إدارة مشاريع، اما ما عندها دائرة لإدارة مشاريع. يعني في كتير شركات اليوم فيها إدارات الفنانس والماركتينج والسيل والتسويق والموارد البشرية بس ما في إدارة مشاريع. طب كيف عم يديروا مشاريعكم؟ اي شخص بيدير مشاريع. كلمنا عملنا فيديو سابقا عن انه مين ما كان قادر يدير مشاريع واللي هي مدير مشروع بالصدفة، بس نحن اليوم بحاجة لاختصاص إدارة المشاريع. وبغض النظر من وين جاي هالاختصاص، هل جاي من الهندسة ولا جاي من بزنس ولا جاي من سيكولوجي، أوكي؟ بغض النظر طالما هالشخص قادر يتحول ويفكر ويتعلم علم إدارة المشاريع
قادر يشتغل بإدارة المشاريع. هلا مش عم نركز نحن على شرط يكون الشخص مدير مشروع، ممكن يكون عضو بفريق المشروع. بغض النظر، اليوم إدارة المشاريع علم مستقل ومفيد لما وين ما كان، من بلدية بأصغر قرية لأكبر مشروع بالعالم ممكن يكون. نحن بحاجة لخبرات من جميع الحقول ومن جميع المواد ومن جميع الاختصاصات. هذا الموضوع التقني، بس حتى على إدارة فريق إدارة العمل نحن بحاجة لخبرات كمان، ممكن يكون من أي مكان إن كان. يعني نحن إيماننا بهالموضوع يعني وصل حتى سنة 2010 وتقلنا عم نعمل أبديت الاستراتيجيك بلان لشركة سكاد، حطينا نحن إنه Project Management for all aspects of life. هاي السكاد فيجن، يعني نحن our vision إنه سكاد is إنه Project Management is for all aspects of life. يعني علم إدارة مشاريع اليوم كل شيء بالحياة، حتى بالمدارس بالتلاميذ الثانوية وأما بالجامعة أما حتى أوطم الثانوي. نفس الشيء كمهمة نحن كسكاد mission statement بنقول نحن إنه Project Management هي agent of change and catalyst for development. يعني أي حاجة للتغيير ولا للتطوير علم إدارة المشاريع موجود. شكرا إذا سمعتوا ضليتوا للآخر، هذا أطول فيديو سجلناه لحديث اليوم لأنه موضوع كتير مهم، وبتمنى على اللي عم بتسمعوا خاصة إذا كانوا مدراء إنه يفكروا باللي قلته، إنه اليوم لتكوين فريق إدارة مشاريع مش شرط نعتمد بس على المهندسين، هذا شغلة حتى لو كنا شركة هندسية وإنشائية. وبالطبع اللي بيشتغلوا بغير شركات هندسية وإنشائية، اليوم علم إدارة مشاريع هو علم مستقل بحد ذاته، ونحن بحاجة لهالخبرات ولهالعلم، وممكن يكون في حاجة لتعاون بين مؤسسات خاصة والجامعات لتطوير هالعلم بصورة أكتر، خاصة بمنطقة الدول العربية إلى العالم العربي. وهون فينا نقول شكرا وإلى اللقاء بفيديو تاني.